السلام عليكم حبايبي، لاباس عليكم؟ بخير مزيان، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم عند المعلم ديال الخيل. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتستافدوا المعلومات اللي غادي يفيدوكم ان شاء الله. بقاو معنا. كاين الحافر اللي تيكون بيض اه تيكون رطب على هذا، والحافر اللي تيكون كحل تيكون قاصح، تيكون قاصح تيكون مزيان بحال الحولي اللي عنده القرن كحل، ماشي هو اللي عنده القرن بيض. يا حبيب بخير مولاي؟ بخير لاباس الحمد لله. عليك بخير. إذا كان الحافر عنده بيض تيكون رطب وتيه، ما خصوش يتزير كاع بزاف. مرت اخويا كان مع مرتي فين ديال اوه بطل تحت، ها باليها بطل كلت كلت كاع انت مع الطريق وباليها من زيت الرانات من هنا. مهم النظر أهم شيء هو هذا، تتنفس من الرجل ديال الهواء بالأخص، إلا كان ما تيجيش الرياضة ما تي خاصو ضروري يتحرك ياك. إي ضروري. دابا هاد العملية شحال من مرة خاصها دير؟ فاش في السنة؟ في العام. آه في السنة في العام خاصها دير، هي 45 يوم خاصها دير، 45 يوم ال 50 خاصها دير، خا يتبدلو لها على الأقل عام سنة. وتيتنظف بحال هكا وتيهم وتي هو المشكل ديالو. هو قلتي ما تيتحركش، خاصو يتحرك باش خاصو يتحرك وحمل لاباس عليه، كان لاباس عليه تيكون هاز الحم، خاصو يبقى داكشي علاش يقول لك العود ما خاصوش يكون سمين. اول حاجه خصو يكون يتريني ضروري، كيجري مره في النهار ولا جوج بحال هكا، داك النهار ونهار لا ونهار ايه وغادي. كيف الاغلبيه ديال الخيل خاصهم ما يهزوش الحمزه. آه. كان العود لاباس عليه هو سميتو كما تنقولو، خاصهم خصو يتزيرو هاد المسامر هاد. آه. الا قلعتي لي بزاف لي بيتي هادشي مزيان كما تيقولو نظفتيه مزيان وزيرتي هاد المسامر في نفس الوقت يقدر يعرج، يقدر ماشي ديما، يعني الا كان صحيح ما تزيرهمش. اي ما خصك تزيري مزيان. ولا كان مريض العكس؟ الا كان مريض دائما ما خصوش، كان مريض خاصهم يحيدو كاع ما يكونوش عنده، يرتاح. تما فترة ناقة هادي صح. وما خصهمش يطلعوا لهنا الفوق، هادو راهم تما تيوقفوا لهم.